تدري هاي اللعبة اللي قاعد ألعبها من النقال وأنا مشارك شاشة الآيفون بالحاسبة؟ تريد تعرف شلون سويت هذا الشيء؟ بكل بساطة عن طريق برنامج الباور ميرر. هلا اطلع من هاي الشاشة مثل ما نشوف لعبة داخل النقال. هذا النقال، أنا مشارك النقال بالحاسبة وهاي التطبيقات كلها أمامي. هذا البرنامج راح أخلي لكم الرابط مالته. طريقة المشاركة جدا بسيطة. حاليا أنا مشاركة عن طريق كيبل، راح أفصل الكيبل مثل ما نشوف. من يفتح البرنامج أول ما تفتحه يفتح عندك بهذه الطريقة. خلنا سده وراح أرجع أفتحه مرة ثانية. إكزايت، هذا البرنامج أمامي يفتح عندي بهذه الطريقة، يا أما عن طريق الواي فاي أقدر أشاركه. طبعا أنت لا تحدثه، قل له remember أو skip this version، لا تحدث نهائيا لأن من تحدث يريد من عندك سيريال. أنا راح أعطيكم البرنامج كامل مفعل. فعن طريق اليو اس بي تضغط على اليو اس بي، تجي على التطبيق عندك بالنقال، كذلك تنزله باور ميرر، تربط النقال بالحاسبة إن كان أندرويد أو آيفون وأنت فاتح البرنامج. مباشرة راح يطلع عندك النقال بهاي الطريقة. تطلع من البرنامج، النقال ربط عندي. هاي الطريقة الأولى للربط، هاي الطريقة الأولى للربط عن طريق الكيبل. راح أفصل الكيبل. الطريقة الثانية عن طريق الواي فاي، تجي تختار شنو عندك، أندرويد أو آي أو إس أو شاشة. أنا عندي آي أو إس آيفون، أضغط على آي أو إس، بعدها مثل ما نشوف التعليمات يقول لي نزل هاي البردة وأضغط على مشاركة الشاشة. لأسجل فيديو، يقول نزل هاي البردة وأضغط على عكس الشاشة، هذا المربع مثل ما نشوف أمامنا، هذا المربعين أضغط عليها راح يطلع عندي هنا الباور ميرر، أضغط عليه هاي الحاسبة. هسه راح تجي الشاشة هنا تشارك وين بالحاسوب. انتظر، غير قادر على الاتصال بسبب بث الشاشة، أنا لين قاعد أسجل فما يصير. راح أوقف التسجيل، أوقف تسجيل الشاشة حتى أقدر أوصل. من وقفت تسجيل الشاشة من النقال مباشرة وصلت للحاسبة، وصل الآيفون بالحاسبة عن طريق الآي بي. طبعا مثل ما تشوفون لا كيبل ولا شيء، عن طريق الشبكة. هذا البرنامج سألوني عنه هواي من المتابعين، قالوا شلون شاركت النقال، كنت شارح طريقة إلغاء الباركود على كان عندي نقال اندرويد وايفون، فمشارك هن اثنين هن عن طريق هذا البرنامج. مثل ما نشوف البرنامج تقدر تفتح بيه العاب بالهاتف، ومن هنا نصور، اكو يدعم تصوير ويدعم كصورة تاخذ. سيدا نشوف هاي اللعبة كنت العبها مباشرة، يعرض كشاشة كاملة. نزل الألعاب واستمتع، سجل ألعابك، وأتمنى لكم يوم سعيد. تحياتي. فزت.